2013 هي القصة علاش اسمها انا بالغزاب كيف اسير السيليسيون بعد الساعات اقول واش انا بنادم حيت كنشوف كلشي عليا صاتم سموني شم كارسا ودراهم خلي على الله هو اللي عالم أيو بعد الساعات كنشوف راسي في مرايا ونقل الساعات كنشوف راسي ونتخيل كيفاش غنعيش الحياة كنضحك على راسي ولا الدنيا عليا ضحكات حيت من نهار اللي خلقت فيها عمره في وجهي ضحكات 23 سنة كاملة قازت غير في الآفات بحثت في كتاب بالماضي مجبرت تحت الذكريات بحال شي ورقة طايرة في سما الدهر راح ومشات بحال اللي تقول ألوان الدنيا كاملة عليا طفات تخلى عليا الزهر من اللي يم عليا تخلات نسايا اللي كتسأل شني كتظن عافكم خلات خلات الدمع والأحزان اللي حوايجي بيها فزقات سؤال اللي كيبقى مطروح علاش الإهانة بالذات علاش ملي كتشوفني في الدلميكة كتقول شحات كتشوفو غير اللي بغيتو شوفو علاش حياتي صوفات عندي أحلام بسيطة كنحلمها غير في السكات حيت ماشي بحقي نحلم هكدا الدنيا عليا حكمات بعد الساعات أقول واش أنا بنادم حيت كنشوف كلشي عليا صاتم سموني شم كارسا ودراهم خلي على الله هو اللي عالم ياو هذه هي الحقيقة اللي كيتفادوها بزاف مشاعركم رقيقة علشان انا منا كنخاف من اسم الحقرة والدموع وبنادم قلبه معزاف فوق الترطوار نعس هو فوق راسي خلاف وهداك اللي ما شافنيش توتال ديالو عيتأسف عيقول لي اسمح لي وغيدوز بحال اللي ما عنده احساس قلتلو باغي شي خبزة قال لي ريحتك كتقرف سؤال اللي كيبقى مطروح علاش الاهانة بالذات غير اللي فيا يكفى علاش كتضربني الشاف خلي الشك في راسي نرجع ونشوف المرايا شنو اللي فيا بدل ياك انا في حالي في حالهم غير حالتي ما فيها متشاف قفلتني غير الزبالة نطيح راسي والكتاف نظرة المجتمع جانا في عينهم جفاف هادي هي حياتي وانا بديت بيها كنولاف هادي هي القصة لعيت منها كنألاف بعد الساعات اقول واش انا بنادم حيت كنشوف كلشي عليا صاتم سموني شم كارسا ودراهم خلي على الله هو اللي عالم بعد الساعات اقول واش انا بنادم حيت كنشوف كلشي عليا صاتم سموني شم كارسا ودراهم خلي على الله هو اللي عالم بعد الساعات اقول واش انا بنادم حيت كنشوف كلشي عليا صاتم سموني شم كارسا ودراهم خلي على الله هو اللي عالم.